خلينا دلوقتي نروح لزميلتنا لمياء حمدين عشان نتعرف منها على ايه اخر اخبار الطقس. لمياء. شكرا لك يا مصطفى. مشاهدينا، هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة في انخفاض في درجات الحرارة، والطقس هيكون مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومعتدل على السواحل الشمالية وحر على جنوب الصعيد. الجو هيكون لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء، وفي كمان فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20%، وأمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية والغربية وشمال الوجه البحري. وكمان كان في النهاردة الصبح شبورة مائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وكمان وسط سيناء. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس بتنضم على التليفون الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لمياء، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. طمنينا عن أخبار الطقس النهاردة. اليوم إن شاء الله متوقع أن احنا نشهد زيادة فرص وكميات الأمطار خاصة في المناطق الساحلية، لأن احنا بنتأثر بوجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا مع منخفض جوي سطحي على البحر المتوسط، تأثيره أكثر في أغلب المحافظات المطلة على البحر المتوسط. فاليوم هيكون في تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية على سواحلنا الشمالية، ويمكن بدأت خلال ساعات الصباح سقوط الأمطار وتكاثر السحب على مطروح والإسكندرية. متوقع اليوم الأمطار تكون أمطار متوسطة ورعدية على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، طبعا مطروح والعلمين والأسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية على فترات من اليوم. أيضا فرص الأمطار هتمتد لمناطق من جنوب الوجه البحري، لكنها طبعا هتمتد أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحري، محافظات مدن القناة، قد تمتد كمان الأمطار لبعض المناطق من القاهرة الكبرى، لكنها كلها فرص أمطار خفيفة في المناطق الداخلية. إن شاء الله مش أثر تماما على أعمال الأنشطة اليومية. أكثر المحافظات المتأثرة بسقوط الأمطار هي المحافظات الساحلية، أيضا الأمطار هتكون أمطار خفيفة في سواحلنا الشمالية الشرقية. متوقع غدا استمرار فرص سقوط الأمطار، لكن طبعا هتختلف كمياتها وفرصها غدا عن اليوم، بالإضافة كمان إن اليوم مستمرين في انخفاض درجات الحرارة اللي بنشهده خلال فترات النهار وخلال فترات الليل. الأجواء خلال فترات النهار مع سطوع أشعة الشمس هتبقى أجواء مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، محافظات شمال الصعيد، معتدلة على سواحلنا الشمالية، هتكون حارة على محافظات جنوب الصعيد خلال فترات النهار. خلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس درجات الحرارة تنخفض بشكل ملحوظ خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، أجواء مائلة للبرودة على كافة أنحاء الجمهورية. مستمرين في انخفاض درجات الحرارة، يمكن غدا كمان هيكون العظمى على القاهرة الكبرى تكون 25 درجة مئوية، فإحنا مستمرين في انخفاض درجات الحرارة لنهايات هذا الأسبوع وخاصة في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر. مهم جدا إن احنا مع انخفاض درجات الحرارة وفرص الأمطار اللي هتبقى بشكل كبير في المناطق الساحلية، مهم جدا متابعة النشرات الجوية، لأن احنا في فصل الخريف دايما معروف بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة والتغير الكبير في خرائط الطقس، فلازم نتابع النشرات الجوية قبل ما نخرج من البيت. مهم كمان ان احنا نرتدي الملابس الخريفية ويكون معانا جاكيت خفيف او شال خلال فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر. مهم كمان في المحافظات المعنية بسقوط الامطار بشكل كبير القيادة بهدوء تام على الطرق، ونتبع كافة تعليمات المرور اثناء سقوط الامطار، لانها لا قدر الله بتسبب انزلاق للعجلات وتسبب كمان انخفاض في الرؤية الافقية. أشكرك في النهاية، شكرا جزيلا دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي خلونا نتعرف على درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. القاهرة العظمى 26 والصغرى 19، العاصمة الإدارية العظمى فيها 26 والصغرى 19، الأسكندرية 23-18، العالمين الجديدة 25-19، مطروح 24-17، دمياط 24-20، بورسعيد 24-20، الإسماعيلية 27-19، السويس العظمى فيها 26 والصغرى 20، العريش 24-20، كاترين 21-11، طابة 26-19، حلايب 26-21، شلاتين 31-22، شرم الشيخ 29-22، الغردقة 30-21، الفيوم العظمى فيها 27 والصغرى 18، بني سويف 27-17، الوادي الجديد 28-13، أسيوط 27-16، سوهاج 29-17، قنا 29-18،
الأقصر 30/18 وأسوان 30/19. ودلوقتي ننتقل مرة تانية لأحمد المصطفى وباسنت نكمل معهم باقي الفقرات. شكرا لك يا لميا. شكرا.